اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ مساكم طيبين. عندكم فيديو جديد. اوكي، نزل كول اوف ديوتي ادفانس وورفر اللي هو كود 11. او ماي جاد، والله العظيم متحمس. جبنا ليفل 10 قاعد ندمس الطقطق، ما ادري شغلنا. شوف البنيه ذي المزه. المهم اول شيء دقيقه، خلينا نقفل الجوين عشان ما حد يدخل. اوكي، اليوم جايكم بشرح لكم هذا اللي كيف تثبت البوت، كيف تثبت البوت على السريع عشان ندخل الجيم. نثبت البوت يا طويل العمر، تروح سيرز دستروي، تجيب سيرز دستروي بس. ثاني كلمه اللي هو تعدل على الجيم الاول هذا عشان تمحي الوقت، الثاني البوينت اللي هو الروندات نفسها، غير هذه الروند سويتش اللي هو كل روند تتغير. لا، حطه نيفر ما يتغير ريسبون عشان كل ريسبون نفسه. نروح للقائمه الثانيه يا طويل العمر، ما نبي الا في الرادار حطه اون. الثالثة يا طويل العمر ما نبيها. الرابعة الهيلث، نقص الهيلث حطه 30. غير كذا الرابعة هذه الفريند فاير عشان نقدر نقتل خيانة، نحطها انيبل. وطلع حط الكلاسات 17، نضبط لك اللي تبي بس. وهذا 6، وهذه حطها ديكوريتي عشان يصير ما بعرف شيء. طيب نضبط كلاسات على السريع. هذه اول شيء كيف نثبت البوت، وبعلمكم داخل اللعبه كيف تثبتهم بالضبط. غير كذا للي يبون يتعلمون كيف يحطون اللي هم قالوا العالم انه لو الناس سواب انه كان يصير R2، يعني صعب عليهم R2 لازم يحطون تشارلي. لا يا صاحبي، ادخل الكلاس وحط لو اي كلاس عاد. غير كذا هذه الخاصيه حطوها يا طويل العمر، حطها في كود 9 موجوده. اي اللي تطلع منها يصير هنا مكانها الدرع يا طويل العمر. الدرع هذا يمديك تسوي فيه انست سواب، الدرع هذا يمديك تسوي فيه انست سواب. امسح الدرع وروح لهذه وحط القنبله، تحط تصير يمديك تحط القنبله مكان الدرع. يعني بالعربي يمديك تسوي L2، يعني يمديك تسوي انست سواب بالL2، يعني يصير نفس كوت 9. غير كذا نبي يا طويل العمر ما نقدر هذا، حط السمتكس. اوكي سمتكس، اوكي جميل. يلا ايوه اللي بس يلا ندخل. شوفوا حطيت درع، درع موجود، هذا موجود الدرع، هنا موجود اللي قلت لكم عنها. بس هذه كيف تحط النس اللي هو عشان تسوي النس سواب لل1 عشان لل2 عشان ما حد يقول عشان ماذا. معلش اللي هو ليت ويت هذه وفاست هاند، وهذه عادي اي شيء ما يضر. بس هذا الليزر وهذا اشياء عاديه. بس يلا حطينا البوت، يلا جو. الماب هذا عاجبني اللي هو سولار، ماب من افضل المابات صراحه عندنا، ماب خرافي جدا جدا خرافي. اي ام سوري ايريك اكس ريكس، انا قاعد العب سوري. المهم انا قاعد قصدي اصور، معلش. المهم المابات هذه افضل مابات سولار، وفي ماب ريوت والله ما عرفت للحين، وفي ماب والله ما ادري وش اسميها، اسامي امها معاقه ما ادري شو وضعها، مع الزمن بنعرفها. هذا سولار لانها لله اللي هو نقدر نرقى اماكن فوق عاليه، جميل جدا، ماب خرافي. حتى ماب ريوت بعد في مكان فوق المبنى فوق خرافي بعد، بس لكن مو ذاك الزود، ما عجبني هذا، عجبني الماب هذا. المهم تاخذ السلاح اللي تبيه، وين الكلاسات اللي ضبطناها اللي تو عشان تشيك تارت. ناخذ السلاح اول ما ندخل، حاول انك تاخذ البوم قبلهم، اقطم فجيهم، خذ البوم قبلهم. يس خذنا البوم، اوكي هذا بحناك يا غبي. المهم تروح الدرعم يا طويل العمر للبوم، نروح الدرعم للبوم. شو اسمه الدرعم هذا البوم اللي هنا، وقف عليه. امزح وقف كذا جنبه بس. ترص ستار تتناظر الازرق اللي هم البوت يجونك، الا البوت ذاك اللي فاقع هناك خمس دقائق ويرجع لك. المهم شوفهم كلهم تجمعوا عندك، اذا تجمعوا يحسبونك بتفك بوم عشان يحمونك. العب عليهم انت ما عليك. اوه تراني بفك بوم يا شباب، تراني بفك بوم، هاي انت تراني بفك بوم. امزح امزح. المهم اسحب عليهم خلاص، هم جوك. اذا جوك هم الحين شوفهم زي كذا يقدرون يتمشون شوي، يحسبونك بتفك بوم. ما عليك منهم انت، بس ما عليك الا تسوي اللي هو خلص. وينها؟ يا اخي هموت يلا. قلنا ناخذ سلاح ثاني. المهم اهم شيء علمتكم النس سواب اللي هو بال 2 اللي زي تو الكلاس اللي تو. هذا الدرع اللي قلت لكم عنه تسوون فيه النس سواب اللي هو مثلث بس، مثلث ودرع، مثلث ودرع بس. نفس الحكايه بعد في اللي قلت عنكم. شو امي انا؟
ليه ما جيت انت؟ بس هذه والله العظيم انه يا شباب اوكي رايي عن اللعبه. في ناس بيسالوني عن رايي عن اللعبه. اللعبه يا شباب شيء خرافي جدا، لكن في ناقصها اشياء بسيطه باذن الله تتعدل، مثل بطء في اللعب وفي تقطيع في اللعب جدا، تقطيع مو بصاحي. ما ادري ايش السالفه، اكيد انها بسبه التحديث وكذا. وخلنا ناخذ كلاسيك شكله جامد. بس هذا اللي كنت بقول لكم. يعني اهم شيء في واحد سالني قال لي ابي رايك هاللعبه، شيء خرافي، اللعبه شيء خرافيه، انصح الكل يشتريها، انصح الجميع يشترونها، مو بالكل، الجميع ولا كل شيء يا رجال. اللعبه والله العظيم جامده للي يحبون التريك واللي يحبون التراي هارد. لعبه اسطوريه اسطوريه، تعبوا على امها، تعبوا على ابو ابوها يا شيخ، قسم بالله انها خالها وبس. والله انها جامده، يعني والله انها جامده. والله للحين عاد ما عرفنا نلعب دريك، لين الحين لعبنا مخيس. اذن دقيقه. لين الحين اللعبه اسطوريه جدا، لين يومك ما شفت عليها اي خطا. جريت جوب. وش وضع ذا انتحر. بس يا شباب هذا اللي كنت بقوله اليوم. ما ادري اهم شيء اني علمتكم بس كيف تثبت البوت، كيف يعني تحطهم عشان تسوي عليهم تريك. والله انك غبي يا اخي، والله انك غبي. ناس حمير. وكنت بقول لكم بس كيف التكشار لاس سواب عفوا، اللي وكيف تضبط عشان نفس البتاع الكود 9 وكود 7 وهذا البتاعات. وبس اذا كان عندكم شيء تبوني او اسويه في اللعبه، اللعبه شيء خرافيه. بس اهم شيء، واهم شيء للي ناوي يشتريها لا يتردد يشتري ابو ابوها. وانت وقف يا صاحبي، يا الله انتحرت، ما عاد يدخلوني. المهم قفل الجيم خلاص، انا طفشت. المهم يا شباب هذا اللي كان اللي عندي. لا تسال لايك سبسكرايب كومنت، اعطوني رايكم تحت في الكومنت. اللعبه شيء خرافيه، اقسم بالله انها جامده، والله انها خرافيه وبس. كل شيء كل شيء، بس اشترها اشترها لا تردد وبس. المهم لا تسال لايك سبسكرايب كومنت وفيفوريت وكل شيء وشير. والله اني تعبان وادعوا لي بالشفاء العاجل. صدا والله صدا ما في العافيه. بس اهم شيء لا تنسون قناه تحت كرايزم وقناه الكلان يا شباب. تراني دخلت كلان جيكسون، صرت ليدر تريك. للي وده يدخل كلان يضيفني جيكسون تويسز، جيكسون جي اكس اي ان، شر تحت تويسز اي دي معروف، ضيفوني فيه اللي يبي. يلا اشوفكم مقاطع ثانيه. سلام. واللي يلا سلام.